شهادات وتقارير عن نكسة يونيو. العالم العربي يعيد ذكرى الهزيمة الساحقة التي حلت عليه على يد إسرائيل. الجيوش العربية قصرت. لو الجيوش العربية كلها مش بس حكومة بدي أجيب حكومة قسما بالله استطاعتهم يأخذوا إسرائيل 5 دقائق. الإعلام العربي تشغل في هذه الأيام هذه القصة، 40 سنة على الحرب الأخيرة والهزيمة على يد القوات الإسرائيلية، حتى أن السياسيين السابقين يتحدثون. معلوماتنا أن الجيش المصري مستعد للحرب، عملت على مصر قلت حصل كذا كذا كذا. هذه الهزيمة ما زالت تؤثر على العالم العربي بأكمله. هرجلة، كانت هرجلة، لأن الطيران انضرب يوم 5 يونيو ولم يصبح لنا أي طائرة في الجو. حتى أن هذه الحرب أثرت على السياسيين وعلى القادة حينذاك. قررت أن أتنحى تماما. في هذه الأيام كل إنسان يتحدث عن هذه الحرب التي كانت قبل 40 سنة، لكن يجب الذكر بأن هناك مواطني عرب لا يعرفون عما نتحدث. 67 بعرف فاس والله. هذه الحرب بين مين ومين صارت؟ من أذكر بين الإسرائيل والفلسطين. والله ما أعرف يا أخوي أبدا ما أعرف. أثار هذه الحرب ما زالت خالدة حتى هذا اليوم، وحتى أن في مصر كانت محكمة للمسؤولين. حكمت المحكمة غيابيا على المتهم أولا بتقديمه لمحكمة جنائية مصرية أو دولية للحكم عليه بالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص. العرب لا ينسوا هذه الهزيمة الساحقة، وإسرائيل ترسخ في عقول الناس الانتصار الكبير.